لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، العراق يحتل المرتبة الرابعة عالميا بنسبة حالات الانتحار. في صحيفة البصائر، ارتفاع عدد العراقيين المقيمين في المدن التركية. في صحيفة المدى، بوادر لترحيل انتخابات المحافظات إلى العام المقبل باتفاق الحكومة والكتل. في موقع كتابات بلاكوتر، تعود للعراق بواجهة جديدة. في صحيفة الزمان، أوغلو في زيارة جديدة إلى بغداد تقوده للبصرة وأربيل. في العربي الجديد، العراق يستدعي السفير البحريني في بغداد بسبب الإساءة للصدر، والمنامة ترد بالمثل. وفي صحيفة القدس العربي، مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بإطلاق نار عند كنيس يهودي في كاليفورنيا. السلام عليكم. يتستر قانون جرائم المعلوماتية المقترح لعام 2011 المزمع تقديمه للمناقشة والتصويت عليه في الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي، بحسب ما جاء في الأسباب الموجبة بالأمن الوطني والسيادة الوطنية، في وقت تتعرض فيه البلاد لشتى أنواع التدخل والانتهاك الإقليمي والدولي، هذا إلى جانب ارتكابه مخالفة دستورية واضحة فيما يتعلق بالفصل الثاني الخاص بالحريات، حيث تنص المادة 38 من الدستور العراقي النافذ على حماية المواطن من طرق مصادرة حقه في حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي. عن أخطاء وانتهاكات هذا القانون كتبت لهاي عبد الحسين في صحيفة المدى. يرتكب القانون أفدح الأخطاء عندما يرد في المادة 18 أولاً إنزال عقوبة بالسجن وغرامة مالية تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين عراقي لمن يدلي بمعلومات كاذبة أو يمتنع عن تقديم معلومات إلى السلطات القضائية والإدارية. يخضع كل المواطنين العراقيين قاطبة في هذه الحالة إلى سلطة القضاء أو الإدارة للكشف عن مصادر معلوماتهم، مما يزدل الستار على أي محاولة لتحري الحقيقة وتسليط الضوء عليها في مجتمع تعاني مؤسساته الرسمية وغير الرسمية من انعدام يقرب إلى أن يكون تاما للشفافية والوضوح. تلحق هذه المادة الضرر بملايين المواطنين من المشتغلين في دوائر الدولة، بضمنها المؤسسات الإعلامية والبحثية التي يقوم عملها على تحري الحقيقة وتتبعها والبحث عنها، مما لا تتوفر دائما أدلة مادية قطعية بصددها، حيث يصبح لزاما والحال هذا قراءة الرأي العام وتعقب توجهاته من خلال ما ينشر ويكتب ويقال. يدعي قانون جرائم المعلوماتية العراقي أنه يسعى إلى تعزيز ثقة المواطن بالتقنيات الحديثة، بيد أنه بصيغته الحالية يعبر عن الخوف والتطير مما تجود به ثورة المعلومات وتقنياتها المتسارعة في النمو والانتشار، متخذا منها مواقف دفاعية وطاردة. لن تبشر سياسة من هذا النوع إلا بمزيد من العزلة والتخلف والتراجع لمجتمع تستعصي مشكلات مختلف الشرائح فيه على الحل، ليظهر وحيدا وسط بلدان تغذ الخطى لمزيد من التفاعل مع العالم، وبحسب قاعدة مصالح وأمن وسلامة مواطنيها أولا وقبل كل شيء. نفهم أن التعليم يأتي من باب التنوير، وأن الدولة غير مسؤولة عن تعيين جميع خريجي الجامعات في مؤسساتها برغم حصولهم على تأهيل علمي يفترض أن يكون كافيا لأداء خدمات تسهم في عمليات التنمية،
لكنها مسؤولة من دون شك عن توفير فرص عمل مناسبة لمؤهلات هذه المجاميع الشبابية التي تعد من قوى الإنتاج المهمة، فمن غير المنطقي أن تترك الدولة شبابها يهيم على وجهه بحثاً عما يديم حياته عبر القيام بأعمال لا تستثمر فيها المهارات والحصيلة العلمية المكتسبة من التعليم. وليس من المنطقي أيضاً أن تنفق الدولة أموال طائلة على مدى سنوات طويلة في هذه المهمة من دون أن تجني ثمارها في خطط التنمية التي يقوم بها القطاعان الحكومي أو الخاص. عن البطالة والفساد الحكومي كتب جليل وادي في صحيفة الزمان. ومع أن الخريجين تتضاعف أعدادهم كل سنة والبطالة تنمو كالسرطان في جسد المجتمع، لكن جهداً حقيقياً لم يبذل من الجهات المسؤولة عن إدارة الدولة لخلق فرص عمل، وكأنها استسلمت للعجز وللضغوط التي تتعرض لها داخلياً وخارجياً، بينما الشعور بالإحباط واللاجدوى في نفوس الشباب يتنامى والقلق على المستقبل يتصاعد. إن الفشل في إيجاد حلول ناجعة لمشكلة البطالة التي تتفاقم يوماً بعد آخر يضعف من ثقة المجتمع بالدولة ويعرضها لمخاطر لم تخطر بالحسبان. وإذا كانت الدولة الريعية كما يسميها الاقتصاديون قد حافظت بوضعها الراهن على بعض التوازن، لكن ذلك يغدو متعذراً عندما تتعرض موارد الدولة إلى الهزات والمتغيرات التي يشهدها سوق النفط. للأسف لم تستوعب الحكومات السابقة درس انخفاض أسعار النفط، ولم تبحث بجدية عن بدائل تقلل من الاعتماد على هذه السلعة البدائية. إن السياسة التعليمية بحاجة إلى تعديلات أيضاً، ولا أقصد بذلك السياسة التي تنتهجها وزارتا التعليم العالي والتربية، بل السياسة العامة للتربية والتعليم، إذ على الدولة أن تحدد احتياجاتها أولاً، وفي ضوء ذلك تلك الاحتياجات تخطط لمسارات التعليم. فليس فخراً أن تفتح أبواب الجامعة على مصاريعها وتعد ذلك من الإنجازات، فالنوع هو الذي يبني البلاد وليس الكم، وعليه فالتعليم العالي يفترض أن يتاح لمن يستحقه ويتوافر على مواهب علمية يمكن للجامعة صقلها ليكون طاقة نوعية لا يمكن التفريط بها ولا بد من الإفادة منها. منذ يومين ووكالات الأنباء تتداول أخبار المعركة بين عشيرتين متحاربتين في منطقة الهارثة شمالي البصرة، وأن الأسلحة المستعملة كانت ثقيلة ومتوسطة، ومنها تبادل إطلاق الصواريخ بين العشيرتين. ورجعت بذاكرتي إلى 10 شهور خلت، كيف قامت قيادة عمليات البصرة بالتحري عن السلاح ونزعه، وكيف يسير هذا البلد وشعبه مسلح. وقبل يومين كتبنا أن دولة العراق أمام تسلح العشائر والأفراد تكون هي منقوصة السيادة ومنزوعة السلاح، واليوم يتأكد القارئ الكريم أن مناداتنا منذ 10 أعوام بإصدار قانون يحرم حيازة المواطن أي نوع من السلاح ولأي سبب كان، ونحن نعلم أن المواطن للأوضاع الراهنة وبسبب ضعف الحكومات أمام الأشخاص يخشى من الظروف في هذه على حياته وحياة عائلته. وهنا تبرز الحقيقة الأزلية أن الدول القوية هي تلك الدول التي تمسك بزمام الأمن بيد من حديد وبقوة القانون، وتضع فيها قوة العشيرة والعائلة والفرد، بحسب الكاتب خليل إبراهيم العبيدي في موقع كتابات. تقوم اليوم العصابات وفي مختلف مدن العراق بالتعديات المستمرة المتلاحقة على أجهزة الدولة وممتلكاتها أو المواطنين وممتلكاتهم، أو يقوم الأفراد بالتعدي على موظفي الدولة من الأطباء والمدرسين ومدراء البلديات وغيرهم من الموظفين الذين يحاولون القيام بواجباتهم الوظيفية. كل هذا والسلطة تقف عاجزة عن الدفاع عن الدولة وممتلكاتها أو المواطن وممتلكاته وأمنه، وذلك للأسباب التالية: لم يعد الموظف الحكومي يشعر وهو يؤدي واجبه بأنه يستند إلى سلطة تنفذ القانون بالتساوي بين الناس،
لم يعد الموظف الحكومي يعتقد أن سلطة الدولة قوية تقف وراءه وهو ينفذ القانون. إن الموظف الحكومي هو نفسه بات غير ملتزم حتى بالتعليمات والقوانين التي تهم الفساد الذي استشرى وللأسف في كافة المرافق الحكومية ومنها الأمنية بالذات. بات يحول دون تطبيق القوانين ويجعل الدولة عاجزة حتى عن الأمور الأمنية البسيطة. لم يعد القضاء العراقي بمستوى قضاء الأمس لأسباب عديدة، منها سلطة السياسي التي تعلو سلطة القاضي بالقوة الغاشمة، أو باتت سلطة رئيس العشيرة تفوق سلطة مدير شرطة المحافظة، أو أن القاضي لا يحكم بالعدل وفقا للقانون ولأسباب معروفة. هذه العوامل إضافة إلى تدني مستوى التعليم والتربية تكون دوما وراء تشجيع ارتكاب المخالفات والجرائم. ما زال لبنان يقاوم، لكن الواضح أن مقاومة اللبنانيين للمقاومة تشارف على نهايتها في ظل غياب عربي عن البلد وغياب أي دعم حقيقي لمن لا يزال يقول لا للوصاية الإيرانية. هل أخرج اللبنانيون السورية من لبنان كي يحل مكانه الإيراني؟ يطرح هذا السؤال نفسه بحدة في عام 2019 بعدما تبين أن هناك محاولة إيرانية جدية لاستكمال وضع اليد على لبنان، الذي يكتشف المواطن العادي فيه أنه يتجه أكثر فأكثر إلى أن يصبح جزءاً لا يتجزأ من محور الممانعة المضحك المبكي. هذا المحور ليس في واقع الحال سوى غطاء تستخدمه إيران من أجل المضي في مشروعها التوسعي، إنه مشروع الذي لا أفق له، خصوصا أنه قائم على إثارة الغرائز المذهبية بحسب الكاتب خير الله خير الله في صحيفة العرب اللندنية. يشكل موضوع سلاح حزب الله المطلوب إيجاد شرعية له على طريقة تبييض الأموال، تتويجا لسلسلة الانقلابات التي حصلت في لبنان ابتداء من 14 من آذار مارس عام 2005 وما تلاه من خروج للجيش السوري من لبنان. لولا تلك الانقلابات لما وصل لبنان إلى مرحلة يتحدث فيها وزير الدفاع من الجنوب عن الحاجة إلى استراتيجية دفاعية بعد زوال الأخطار الإسرائيلية. معنى هذا الكلام أن سلاح حزب الله، أي سلاح إيران في لبنان، باق إلى الأبد. من وجهة نظر هذا الوزير لن يكون هناك يوم لا يعود فيه سلاح شرعي واحد في لبنان هو سلاح الجيش اللبناني ما دامت الأخطار الإسرائيلية موجودة. من يحدد متى لن تعود هناك أخطار إسرائيلية ما دامت إسرائيل قائمة؟ هل لا يزال لبنان قادرا على إيجاد طريقة للملمة أوضاعه الداخلي أم أن أوان ذلك قد فات؟ خصوصا أن مرض كرسي رئاسة الجمهورية ما زال ينخر جسد زعمائه من المسيحيين خصوصا. هؤلاء لم يفهموا في معظمهم إلى الآن معنى خروج القوات السورية من لبنان، ولماذا لا يزال عليهم تفويت الفرصة على إيران كي لا تكون صاحبة الوصاية على هذا البلد. يغري ضعف السلطة العسكرة بالتقدم لتسلم الحكم، قادة جيوش السودان والجزائر يجربون حظهم، هم بذلك يحاولون إنقاذ نظام الحكم لا تسيل إلى الانتقال إلى الديمقراطية والدولة المستقرة، إذ لا برامج محددة يتحركون وفقها. هم بذلك يتطلعون لجديد يختلف عن دور العسكر في الخمسينات حين كانوا هم من قام بالانقلاب وسيطروا على الدولة وحولوها بما يستجيب لشروط الداخل وحاجات أكثرية الشعب وضمن إطار الأيديولوجيات السائدة حينها، وأقصد القومية والاشتراكية. الآن في الدولتين المذكورتين وفي سوريا وبقية الدول العربية يقف العسكر ضد الثورات ويحاول تأخير انتصاراتها ويقف ضد الشعب مباشرة. عن الثورات العربية والعكس كتب عمار ديوب في صحيفة العربية الجديد. إن تقدم الجيش ليتسلم الحكم يعني أمرين أساسيين:
ضعف الطبقة المالكة والفاسدة والناهبة للثروات، وضعف الطبقات الثائرة من ناحية أخرى. ذلك الضعف متعدد الأشكال، وجذره هو غياب بنية صناعية متقدمة وغير مأزومة وقادرة على تأمين فرص عمل لأغلبية السكان. أيضاً تقدم الجيش للحكم، يعني ضعف الطبقة النقيض، فليس من نقابات فاعلة ولا من أحزاب قوية تتبنى مصالحها، وفي هذا الإطار يتقدم الجيش، ويمكن إضافة التراتبية فيه وخضوعه للانضباط الحديدي. هنا أس القضية، وهذا منذ الخمسينيات وما حدث في الثورات العربية بعد عام 2011 يؤكد ذلك بالتحديد. نسبية الأمر في تونس عائدة بدرجة معينة إلى قوة النقابات وإلى تهميش الجيش لصالح أجهزة الأمن ومؤسسة الرئاسة حينها، وكذلك وبدرجة معينة إلى قوة الأحزاب السياسية. فككت قوة الثورة في الجزائر مؤسسة الرئاسة وتحالف الأحزاب الحاكمة، وساهم تشتت أحزاب المعارضة وسلمية الثورة بتقدم الجيش ليقرر مستقبل الجزائر، ولكن أيضا بتخوف شديد ووفق ضغط الشارع، وكذلك الأمر في السودان. وعلى الرغم من أن الوضع لم يستقر للجيش السوداني ويتغير يوميا، حيث الأزمة أشد والجيش أضعف والثورة تقودها قوى سياسية ونقابية صلبة ولديها برنامج للحكم، معلنة بشكل مسبق ما سيحدث فرقا في حالتي الجزائر والسودان. إن كل قوى السلطة والمعارضة والشعب استفادوا من تجارب سوريا واليمن وليبيا وخطورة الخيار العسكري والأمني، ويحاولون تدوير الزوايا من أجل انتقال ديمقراطي هزيل. خلال فترة قصيرة سيتوجه الناخبون الأوروبيون إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية، وكل المؤشرات ترجح تقدما كبيرا لليمين العنصري الشعبوي المتطرف في معظم دول القارة. هذه الظاهرة لا تقتصر على أوروبا التي هي اليوم الوجهة الأولى لمد اللجوء والهجرة من آسيا وإفريقيا، بل تشمل الأمريكيتين، حيث يسجل اليمين المناوئ للمهاجرين نحن والمسلمين صعودا واقعيا إزاء حرب انتحارية شاملة، حرب يزج فيها الإسلام بوصفه دينا وحضارة وهوية وشعوبا في مواجهة غير متكافئة محسومة النتيجة سلفا ضد العالم بأسره، ضد الحضارة البشرية كلها. ولكن مهلا، ماذا عن العنصريين واليمين المتطرف؟ يتساءل الكاتب إياد أبو شقرة في صحيفة الشرق الأوسط. إن من يقرأ في تاريخ اليوجينيين لا يمكن أن يستغرب كيف ولدت نظريات العرق الصافي أو الشعب المتفوق وعبثية جسر الهوة بين الأمم المتقدمة والمتخلفة. نعم، أدولف هتلر لم يخترع شيئا ولم يأتي بشيء من عندياته، وما كانت وصفات شريكه جوزيف منغيلي ابتكارا غير مسبوق، فقبلهما كانت كل الممارسات العنصرية الإلغائية التي عرفتها البشرية في القرون الأخيرة تقريباً القاعدة للاستثناء. بل لعل السذاجة ومآسي الحروب التي روجت لشعارات مثالية مثل الحرية والمساواة والأخوة، أو الحياة والحرية والسعي إلى السعادة، أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة عام 1948، أوهمتنا بأننا نستطيع أن نخلق عالماً متحضراً متصالحاً مع نفسه. يضيف الكاتب: إذا تركنا غالتون جنباً وعدنا إلى مالتوس تصدمنا حقيقتان اقتصادية وتكنولوجية، هاتان الحقيقتان لا تشجعان على توقع نهاية قريبة للعنصرية والأنانية والصراع من أجل البقاء. ذلك أن دعائم الرأسمالية التي تبشر باقتصاد السوق وعولمة رأس المال وحرية تبادل السلع والخدمات بلا قيود أو ضوابط تهتز بشدة وتتهاوى، وتطور التكنولوجي المذهل يلغي بسرعة مخيفة مسلمات ووظائف وممارسات، ويحدث ثورة في نمط معيشة البشر وتواصلهم ومصالحهم، ويعيد تعريف نحن
حاجاتهم وعلاجاتهم نعيش في عالم يتغير بسرعة تكاد تكون فوق توقعاتنا. إننا ناهيك من طاقة إدراكنا، نعيش في زمن إعادة تعريف الهويات ومعها تعريف المصالح والصديق والعدو. نحن اليوم في عصر صدام حضارات، وثمة من يتعجل حدوثه بل وتبريره. اعتذرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن كاريكاتور نشر في عددها الصادر يوم الخميس، أظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هيئة كلب يرشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتعرضت الصحيفة لانتقادات واسعة بسبب هذا الكاريكاتور مما اضطرها للاعتذار. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في بيان لها أن الكاريكاتور تضمن استعارات معادية للسامية، وأن الصورة كانت قبيحة والسماح بنشرها كان قراراً خاطئاً. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.